التدريب احمد اجدو لمسن اللي عنده اربعه ديال الانذارات، يوسف رابح اربعه ديال الانذارات، ويونس المقاري اللي جمع اربعه ديال الانذارات، ديال يعني الغيابات ديال فريق الوداد البيضاوي. يعني نذكر بانه في الاحتياط ديال الوداد هناك يوسف قديو، مصطفى علاوي، عبد الغني معاوي، جاود اسن، محسن ياجور، وحمزه سمومي، هذا حارس الثاني اللي من شبان ديال فريق الوداد مدرب وميشيل دوكاستي. اذا كل يعني العوامل الحاضره لانجاح هذه المباراه، الحكم ديال هذه المواجهه وعادل زراق كيساعدوا كل من دريسي حسن والعريس امين، حكم رابع منير الرحماني، ومندوب المباراه احمد دو الرشاد. هناك بعض الغيابات في صفوف فريق شباب الريف الحسيمين، ذكر ارنولد نسيمان اللاعب الكاميروني اللي جمعوا اربعه ديال الانذارات وفخوري للاصابه. تعطت انطلاقه ديال هذه المباراه الكره عند فريق شباب الريف الحسيمي، كرة في الدفاع عند لاعب علي جعفري كيلعبها طويلة، ولكن الأقرب هو اللاعب سعيد فتاح اللي غادي نتابعوه في الجهة اليسرى. نظرا للعديد من الغيابات ميشيل دوكاستيل يعني قام بالعديد من التغييرات على مستوى التركيبة البشرية، سعيد فتاح اللي غيلعب في الجهة اليسرى، وعلي راشدي لاعب الشاب اللي غيلعب في الجهة اليمنى. فيما بالنسبة لتشكيلة شباب الريف الحسيمي، دخول الخضر لتيم اليوم كارسمي في هذا اللقاء. كرة في وسط الميدان عند بالرابح، الجهة اليسرى عند سعيد فتاح، مرة أخرى ترجع الكرة للدفاع باسكال، ولكن الأقرب لاعبين فريق شباب الريف الحسيمي. هذا هجوم ديال فريق الوداد من الجهة اليسرى، ولكن الأقرب للدفاع ديال فريق شباب الريف الحسيمي. الوداد اللي ذكرت بانه منذ الدوره الخامسه ما حققش انتصار، اخر انتصار كان على المغرب التطواني، الدوره السادسه فتعادل امام شباب مسيره، الدوره السابعه تاجلت، وهي المباراه اللي غتجمعهم فريق النادي المكناسي، الدوره الثامنه نازم امام الدفاع الحسن الجديد، الدوره التاسعه التعادل امام نادي القنيطري، الدوره العاشره المباراه تاجلت امام المغرب الفاسي، والدوره 11 التعادل الايجابي هدفا لمثل ما امام الجيش الملكي، وبالتالي الوداد اصبح مطالب بتحقيق نتيجه ايجابيه. اكيد بان هناك غضب ديال الجمهور ديال فريق الوداد، ولكن اعتقد يعني الغضب ما خصوش يعني انه يوصل حتى انه يخدش الروح الرياضيه، لانه البعض اللاعبين صبحوا كيتشكاو كثير، لانه حتى التدريب فالعديد من اللاعبين ما حضروش التدريب، فاكيد يعني حنا كنعرفوا الغيره ديال الجمهور ديال فريق الوداد، هو اللي كيطالب يعني بالنتائج افضل، ولكن نتمنوا انها يعني ما تجاوزش يعني الروح الرياضيه. هناك ضربة خطأ غادي ينفذها خالد العسكري اللي كيقدم مستويات كبيرة مع فريق شباب الريف الحسيمي. تدخل ديال بن كوجان، كرة عند بن رابح، ولكن الأقرب للاعبين فريق شباب الريف الحسيمي سعيد الزيدي، كرة عند لاعب علي الجعفري، تدخل ديال سعيد فتاح دائما لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي، ولكن الحكم يعلن على لمسة يد في حق اللاعب منير الضيفي، لاعب اللي غادي يشغل وسط ميدان فريق شباب الريف الحسيمي. شباب الريف الحسيمي اللي يمكن نعتبروه واحد من افضل الان الفرق ديال البطولة الاحترافية، لانه حقق خمسة ديال الانتصارات، ثلاثة ديال التعادلات، فقط ثلاثة ديال الهزائم، اقوى هجوم كما ذكرت 17 هدف، دخلت مرمى فقط 6 ديال الاهداف. الدورة الماضية حقق فوز صغير على شباب المسيرة بهدف ليلى شي خارج الميدان، فهو لعب خمسة ديال المباريات، ثلاثة ديال التعادلات، وجوج ديال الهزائم. بن رابح اللي كيحمل شارة العمادة في هذا اللقاء، عند سعيد فتاح، هشام العمراني، ولكن هناك إصابة ديال أحد اللاعبي فريق شباب الريف الحسيمي، لاعب فريد أو عفوا لاعب سلمان ولد الحاج، اللاعب السابق لفريق رجاء الحسيمة. الدورة الثانية عشرة اللي كتجمع يعني كتحمل مباريات قوية بما فيها المباراة أولمبيك خريبكا أولمبيك أسفي، غتجرى يوم الأحد، فتح الرباطي المتصدر وجه اتحاد خميسات، والمغرب التطواني يستقبل فريق الرجاء البيضاوي.
فيما حدث هذا نهاية الأسبوع ونهائي كأس العرش الذي سيجمع بين المغرب الفاسي وفريق النادي المكناسي. كأس العرش بين فاس ومكناس بين الجارين، أكيد بأنه كأس العرش كيبقى واحد من أفضل الألقاب اللي كيتمنى أي لاعب أنه يحصل عليه. فنتمنوا أن الجمهور يكون بكثافة لي يعني متابعة هذا اللقاء اللي غتابعوه مباشرة على قناة الرياضية غدا بديتهم الساعة الرابعة والربع. كرة لفائدة فريق الوداد البيضاوي علي راشدي اللي غادي نتابعوه العطاء ديال هذا اللاعب عند ليس موتيس، ولكن تدخل أقرب ديال لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي علي الجعفري العميد الفريق. أكيد أنه يعني غادي نتابعوا يعني واش غادي يكون هناك ضغط ديال فريق الوداد منذ البداية. دائما كرة لفائدة فريق الوداد بالرابح عند سعيد فتاح كيلعب كرة عند ياسين الكحل، ياسين الكحل كيراوغ كيدخل داخل مربع العمليات يمرر، ولكن تدخل ديال اللاعبين هناك مطالبة بضربة جزاء، ولكن الحكم زوراق كان قريب من المحاولة. هناك يعني السقوط ديال جوج اللاعبين، كرة متواصلة والحكم يقول يأمر بمواصلة اللقاء. نبيل أبغار يعيد الكرة إلى اللاعب ماكاسا اللي كيخرج الكرة حتى تعطى الإسعافات للاعبين كل من بالرابح. أعتقد بأنه غادي نتابع هناك أكيد بأنه غادي يكون صراع كبير خصوصا على مستوى وسط الميدان لتواجد كل من بالرابح باسكال وكذلك فريد الطلحاوي. كنعرفوا القيمة كذلك صفوف فريق شباب الريف الحسيمي، منير الضيفي وطارق الجنبي. أكيد بأنه حتى الغياب ديال أرنولد نسيمان هداف ديال البطولة الاحتراف حتى الآن بسبعة ديال الأهداف إلى جانب حمد الله عبد الرزاق. القيمة ديال نسيمان لاعب كبير في صفوف فريق شباب الريف الحسيمي وواحد من الهدافين اللي أكيد بأنه كيخلقوا الفارق بالنسبة لكل المباريات. لاعب سابق لبونك سبورت أكاديمي الكاميروني. بالنسبه للهدافين ديال فريق شباب الريف الحسيني هناك محسن العفافره اللي سجل هدف، لاعب سابق لاتحاد الخميسات سلمان ولد الحاج سجل هدف، عبد الصمد المباركي الغائب عن هذه المواجهه للتوقيف اربعه ديال الاهداف، كوروما فاتوغوما الايفواري اللي كيلعب في الدفاع سجل هدف، ونبيل امغار لاعب سابق للمغرب التطواني مسجل جوج ديال الاهداف. كتعطى الاسعافات المنير الضيفي، انتظروا يعني مواصلة هذا اللقاء اللي نتمنوا بان الايقاع ديالو يكون سريع، وبالتالي غادي نتابعوا اكيد بانه يكونوا اهداف خلال هذه المواجهه باعتبار يعني شباب الريف الحسيمي صاحب اقوى هجوم والطموح ديال الوداد للعوده الى سكه الانتصارات. خالد العسكري كيلعب كره طويله دائما لفائده فريق شباب الريف الحسيمي، تدخل ديال فريق الوداد ليس موتيس باسكال كيلعبها طويله لياسين الكحاله، ولكن الاقرب لدفاع فريق شباب الريف الحسيمي طلحاوي راسيه كتمشي عند الحواصي. يونس الحواصي كتلعب كره ولكن خارج الخط، اذا ضربه مرمى لفائده فريق شباب الريف الحسيمي. شباب الريف الحسيمي اللي نذكر بانه ستة ديال الدورات عاد ذاق طعم الهزيمه امام اتحاد سبوري للخميسات، كانت يعني الدوره الثامنه والدوره التاسعه اللي عرفت جوج ديال الهزائم متتاليه امام كل من الفتح الرباطي بهدف لا شيء وامام اولمبيك خريبكه بهدفين لا شيء، وكانت بالعقر الدار. واعتقد بانه هذه الهزيمه اللي خلات فريق شباب الريف الحسيمي هنا هجوم تسديده، ولكن كره كتضرب في احد اللاعبين، ولكن مساعد الحكم كيقول بان هناك ضربه مرمى. كان هجوم جيد ديال فريق الوداد البيضاوي. فريق الوداد اللي يعني مرور الدور مرور الدقائق اكيد بانه سيبحث على المنافيد على الممرات لمرمى خالد العسكري. كتلعب ضربة مرمى في وسط الميدان، حواصي
عند فريد الطلحاوي. فريد الطلحاوي امامه اربعه ديال اللاعبين، ولكن كي تمكنوا يعطي الكره للبرابح. بالرابح من الجهه اليسرى عند سعيد فتاح. سعيد فتاح كيلعبها طويله داخل مربع العمليات، ولكن كانت هناك لمسه يد. كانت لمسه يد ديال اللاعب ياسين الكحل. ضربة خطأ لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. دائما في التنفيذ الحارس خالد العسكري لجاور فريق الجيش الملكي هذا الموسم رفقة شباب الريف الحسيمي. كرة طويلة في وسط الميدان، تدخل ديال عبد الرحيم بن كوجان عند فريد الطلحاوي. فريق الحاوي اللي ما لعبش مباراة كثيرة رفقة فريق الوداد البيضاوي. علي الجعفري كيلعب الكرة عند سعيد الزيدي، كيلعبها طويلة ولكن تدخل جميل ديال عبد الرحيم بن كوجان. طريقة ذكية باش خرج كرة عند فريد الطلحاوي، ولكن هذا هجوم ديال فريق الوداد عند ياسين الكحل أمام المرمى. ياسين وهدف أول. الهدف الأول لفائدة فريق الوداد البيضاوي بعد مرتد هجومي خاطف. ياسين الكحل كيتمكن من تسجيل أولى أهداف هذه المباراة، وقلت بأن المباراة إلى عرفت يعني السرعة في تنفيذ العمليات أكيد غادي نتابعوا هدف والهدف كيجي لفائدة فريق الوداد البيضاوي، وفرحة الجمهور القليل اللي حاضر لمساندة فريق الوداد البيضاوي. إذن أولى أهداف هذا اللقاء لفائدة فريق الوداد اللي كيجي في حدود الدقيقة التاسعة من بداية الجولة الأولى. هدف جميل وكذلك سريع ديال فريق الوداد البيضاوي. أكيد غنترقبوا ردة فعل فريق شباب الريف الحسيمي اللي غادي يخرج اللي يبحث على الممرات والملفات نحو الحارس ياسين بونو. هشام العمراني كيلعب كرة طويلة في وسط الميدان. باسكال عند ليس مويتيز كيرجع الكرة عند بن رابح. هشام العمراني بن كوجان مرة أخرى في الكرة كتلعب في الدفاع ديال فريق الوداد. منذ البداية بان يعني وبانت الإرادة ديال فريق الوداد للوصول إلى المرمى. أكيد بأنه شباب الريف الحسيمي يعني كان ينتظر يعني الجس نبض فريق الوداد البيضاوي، ولكن ياسين الكحل يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الوداد البيضاوي. هناك ضربة خطأ بعد تدخل في حق لاعب ياسين الكحل. الجمهور ديال فريق الوداد البيضاوي كينتظر منه الاشياء كثيره. ياسين الكحل اكيد تابعناه في دوري ابطال افريقيا بمستويات متباينه، ولكن الوداد الان يعني امامه يعني البطوله الاحترافيه لتصحيح يعني المسار ديالو. غياب اليوم ديال عدد كبير من اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. يمكن يعني خلى ميشيل دوكاستر تكون عنده اختيارات اخرى، وبالتالي حتى فابريس انضم الهداف ديال الفريق في دوري ابطال افريقيا اللي كما ذكرت بانه عنده عروض كثيره ابرزها ديال الاتحاد السعودي. اللي هناك جوج ديال المفادين اللي حاضرين لمتابعه هذا اللقاء اللي قدموا مليون وعشرين او 25 دولار، فيما طلب الوداد هو جوج ديال مليون ديال الدولار لتسريح فابريس اونداما لاعب اللي قدم اشياء كثيره في دوري ابطال افريقيا ولفت الانظار ديال العديد من الانديه سواء الخليجيه او الفرنسيه. كره عند لاعب عبد الرحيم بن كوجان
كيلعب كره طويله، ولكن التدخل ديال الدفاع ديال فريق شباب الريف الحسيمي. سعيد فتاح، كره عن سعيد فتاح اللي تعودنا نتابعوه في وسط الميدان، ولكن اليوم كيشغل الممر الايسر باسكال الاقرب للاعب ابو بكر ماغاسا اللاعب المالي. فترجع الكره لياسين بونو، كيلعبها في الجهه اليسرى عند سعيد فتح. تحت التموضع ديال اللاعبين ديال شباب الريف الحسيمي، فما الغالقين ممرات خصوصا يعني مالئين وسط الميدان. حتى الهدف اللي جاء مبكر اكيد غادي يخلينا نتابعوا الفريق شباب الريف الحسيمي اكثر، غادي يميل اكثر للهجوم وليس للدفاع. هناك ضربه خطا لفائده فريق شباب الريف الحسيمي من الجهه اليمنى عند لاعب سعيد الزيدي. كترجع كره لليس موتيز عند الحواصي ياسين الكحل، كيلعبها طويله ولكن اقرب بالدفاع ديال فريق شباب الريف الحسيمي. هذه محاولة ديال فريق الوداد البيضاوي ياسين الكحل، ولكن تدخل جيد ديال ابو بكر ماغاسا اللاعب المالي، اللاعب اللي كيشغل الدفاع الى جانب علي الجعفري وكذلك فوتوكوما كوروما من كوت ديفوار. هناك اصابة ديال يونس الحواصي، نتمنى ما تكونش اصابة اللي تمنع الحواصي من مواصلة هذا اللقاء، نتمنوا للصحة لكل اللاعبين حتى انهم يقدموا طبق كروي ممتع في هذه الأمسية الكروية والدورة الثانية عشرة اللي كتعطينا أولى مبارياتها بهذا اللقاء، اللقاء اللي كنعتبروه قمة في هذه الدورة. إذا هناك زاوية ياسين الكحل كيلعب زاوية عند بالرابح، ياسين الكحل كيلعب كرة ولكن تدخل ديال الدفاع دائما خطيرة في مربع عمليات فريق شباب الريف الحسيمي. مرة أخرى كترجع لياسين الكحل كيلعبها كيبغي يلعبها بالكعب، ولكن الكرة دائما كتبقى لصالح ياسين الكحل. شنو غادي يعمل بالكرة؟ كيلعبها قصيرة مع ليس مويتيس أو باسكال بالرابح بالرابح. ضربة الزاوية الثانية، شاهدنا الصعود ديال علي الراشدي. دائما في التنفيذ ياسين الكحل بالرجل اليسرى. هذه ضربة الزاوية الثانية لفائدة فريق الوداد، دائما في نفس المكان الجهة اليسرى للحارس خالد العسكري. كتنفذ الكرة ولكن الأقرب اللي خالد العسكري اللي كيمسك الكره بشكل جيد، كيلعبها طويله. الحكم كاعلن هناك تسلل لفائده فريق الوداد البيضاوي. فريق الوداد اللي نذكر بانه داخل الميدان لعب اربعه ديال المباريات، حقق ثلاثة ديال الانتصارات أمام اتحاد خميسة الفتح الرباطي وأمام المغرب التطواني، فيما الهزيمة الوحيدة اللي كانت عنده أمام الدفاع الحسني الجديد بهدف ليلى الشاعر. فريق الوداد اللي سجل بمدينة الدار البيضاء خمسة ديال الأهداف ودخلت مرمى هدف واحد، وبالتالي تسعود ديال الأهداف دخلوا في مرمى الوداد خارج الميدان. هشام العمراني غينفذ ضربة خطأ من الجهة اليسرى، الكرة طويلة كتجاوز وسط الميدان دائما لفائدة فريق الوداد. ليس موتيس كرد الكرة لفريد الطلحاوي دائما لفائدة فريق الوداد من الجهة اليسرى. ليس موتيس أمام علي الجعفري، الكرة كترجع مرة أخرى لفريد الطلحاوي. ضربة خطأ، ضربة خطأ ضد سلمان ولد الحاج امامنا في الصوره. ضربات ثابته كيبانه اصبحت كتشكل خطوره على دفاع فريق شباب الريف الحسيمي.
فريد الطلحاوي هو اللي غادي ينفد هذه الضربه خطا كتنفاد داخل مربع العمليات، ولكن تدخل ديال الدفاع، تدخل منير الضيفي. كره في وسط الميدان، باسكال كيغير اتجاه ديال الكره نحو علي الراشدي اللي حتى الان هذا اللاعب مقدم حتى الان يعني مستوى لا باس به، خصوصا كنعرفوا الضغط ديال المباريات والضغط النفسي اللي كيكون على اللاعبين وحمل القميص ديال الفريق بحجم الوداد. بالرابح اللي كتعتبر لاعب اللي كيربط بين الصفوف ديال فريق الوداد البيضاوي وخطوط ديال الوداد البيضاوي. كره عند الطريق الجنبي، كره في وسط الميدان، منير الضيفي كترجع الكره لدفاع فريق الوداد عبد الرحيم بن كوجان. ضربه خطا فريق شباب الريف الحوسيمي اللي تقريبا يعني مالئ وسط الميدان. ضرب رقابه على كل من ليس مويتيس اللاعب الكونغولي وكذلك على اللاعب ياسين الكحل، ولكن في غفله من الدفاع ياسين الكحل كيسجل هدف حتى الان، هدف التقدم ديال فريق الوداد البيضاوي. ايقاع ديال المباراه حتى الان ايقاع متوسط، كيرتفع يعني بعض الفترات من هذه المواجهه. كره عند لاعب راشدي عند بالرابح، تدخل الحكم لا يعني على اي شيء، هذا هجوم لفائده فريق شباب الريف الحسيمي، ولكن اقرب لعبد الرحيم بن كوجان كيلعب مع باسكال، ولكن كتضيع منه تدخل ديال منير الضيفي. هذه محاولة ديال فريق شباب الريف الحسيمي، ولكن الحكم لا يعلن على أي شيء. منير الضيفي كيلعبها الطويلة، ولكن حتى الكرة الطوال اللي فريق شباب الريف الحسيمي كيبغي يلعبهم أمام بلال الدنكير ولا لنبيل أمغار وحتى للخضر لتيم اللي كيلعب في الجهة اليسرى، وكنعرفوا السرعة ديال الخضر لتيم، ولكن كيتم تكسيرها يعني قبل من الدخول لمربع العمليات. كرة دائما لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي عند سلمان ود الحاج من الجهة اليمنى، سعيد الزيدي، سعيد زيدي، ولكن تدخل ديال الدفاع سعيد فتح. كرة دائما لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي، منير الضيفي بطريقة جميلة كيوضع الكرة عند فوتوكوما. منير الضيفي كرة كترجع للاعب أبو بكر ماغاسا. فوتوكوما كرة قصيرة بين لاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيمي. ترجع كرة لفائدة فريق الوداد. شباب الريف الحسيمي غادي يبحث على الهدف ديال التعادل. فوتوكوما كرة داول مرتد هجومي، تسديدة لكن بعيدة باتشي على مرمى الحارس ياسين بونو. كانت تسديدة ديال اللاعب نبيل أمغار لانعدام الحلول شباب الريف الحسيمي. ذاك الجال تسديد خارج مربع العمليات، تابعنا تسديدة ديال نبيل أمغار اللي مشات بعيدة باتشي على مرمى الحارس ياسين بونو. ياسين بونو اللي يتحمل مسؤولية حراسة مرمى فريق الوداد البيضاوي منذ إصابة العميد نادر المياغري، اللي نتمنوا أنه يرجع للمستوى ديالو، خصوصا بأن المنتخب الوطني المغربي في أمس الحاجة لهذا الحارس لهذا العميد، ونحن مقبلين على البطولة الإفريقية اللي غتقام الشهر المقبل بالغابون وغينيا الاستوائية، واللي نتمنوا أن المنتخب الوطني المغربي يحقق نتائج طيبة. كرة خرجت للشرط،
لفائدة فريق الوداد. هناك إصابة لأحد لاعبي فريق الوداد البيضاوي. الحكم عادل زراق كيمشي شنو يطلب دخول ديال طبيب فريق الوداد. فريق شباب الريف الحسيمي ذكرت بانه خارج الميدان لعب 5 ديال المباريات، حقق 3 ديال التعادلات، 2 ديال الهزائم، لم يحقق انتصار حتى الان في اي مباراه خارج الميدان، ولو انه حقق 5 ديال الانتصارات امام النادي المكناسي، امام حسن التقادير ب5-0، امام اولمبيك اسفي 5-1، هذو كانوا من الحصص الكبيره ديال فريق شباب الريف الحسيمي في البطوله الاحترافيه، امام وداد فاس ب4-0، وامام شباب المسيره ب1-0، فيما تعادل امام الجيش الملكي، امام الرجاء 0 لمثليه، امام المغرب التطواني بهدف لمثليه. شباب الريف الحسيمي لتغيير كبير طرع على سواء المستوى التركيبه البشريه وحتى على مستوى العطاء ديال اللاعبين، والعمل الان اللي كيقوم به حسن الركراكي الى جانب حميد دوش اللي عاطي حتى الان الاكل ديالو. ونذكر بان شباب الريف الحسيمي الى حدود الدوره 12 من الموسم الماضي كان في الرتبه ما قبل الاخيره ب10 ديال النقاط، على بعد تقريبا 7 ديال النقاط فقط من شباب قصبة ذلك انذاك في اسفل الترتيب. كره لفائده فريق شباب الريف الحسيمي عن طريق الجنبي، كيلعب كره عند منير الضيفي، منير الضيفي كيبحث عن المسانده اللي كيلقاها من الجهه اليمنى، وصعود سعيد الزيدي الاقرب لسعيد فتح اللي حتى الان ناجح في ايقاف هجومات ديال فريق شباب الريف الحسيمي. ويمكن اللاعب المتكامل هو اللي يمكن انه يشغل العديد من الادوار، خصوصا سواء على مستوى وسط الميدان او على مستوى خط الدفاعي. وبالتالي ميشيل دوكاستيل يعني اعطى سعيد فتح هذه المهمه. هناك ضربة خطأ لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي وراء كرة 4 ديال اللاعبين. أخير إذا تنفذ ضربة خطأ كتنفذ طويلة الأقرب لياسين بونو. سعيد فتاح عند فريد الطلحاوي. الطلحاوي كيلعب كرة عند لاعب باليس موتيس، مرة أخرى فريد الطلحاوي في الجهة اليسرى أمام جوج ديال اللاعبين، كيلعب كرة مع سعيد فتاح بطريقة جميلة، كيلعب ياسين الكحال، ولكن الكرة كترجع لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. كرة طويلة نحو اللاعب بلال الدنكير اللي باقي ما تابعناش في دقائق هذه المواجهة. بلال الدنكير لاعب سابق لفريق الوداد الفاسي واللي حمل الوان فريق الرجاء البيضاوي هذا الموسم رفقة شباب الريف الحسيمي. يونس الحواصي يسديد وتدخل ديال خالد العسكري. كانت تسديده ديال يونس الحواصي ولكن تدخل ديال خالد العسكري هذه واحدة من التسديدات القوية ديال فريق الوداد البيضاوي. شرط لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي من الجهة اليمنى عند منير الضيفي. منير الضيفي كيلعب كرة قصيرة عند لاعب ولد الحاج إلى بلال الدنكير، كيضرب الكرة ولكن الكرة كتصطدم أحد اللاعبين، كتصبح شرط لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي. الحكم المساعد كيرفع الرايه، الكره خرجت ضربه مرمى لفائده فريق الوداد. 28 دقيقه دائما هدف للا شيء لفائده فريق الوداد البيضاوي، واللي مازال كنتظروا ان حتى الايقاع ديال المباراه ارتفع بعض الشيء، خصوصا ننتظر يعني رده فعل ديال فريق شباب الريف الحسيمي اللي حتى الان باقي ما قامش ب يعني نعتبروه هجوم صريح لمرمى ياسين بونو. سعيد فتاح عند بن رابح ولكن اقرب
لنبيل امغار. منير الطيفي كتصبح كره مره اخرى لفائده فريق الوداد، ولكن الحكم عادل زراق يعلن على ضربه خطا. اعتقد بانه غادي يكون هناك انذار، انذار الاول اللاعب سلمان ولد الحاج. حتى الان المباراه كتمر في روح رياضيه كبيره بين الفريقين. كتلعب ضربه خطا في وسط الميدان، بالرابح كيلعبها طويله عند اللاعب علي راشدي، عند باسكال. باسكال كرد كره عند اللاعب هشام العمراني. الجهه اليسرى سعيد فتاح كيلعبها طويله عند اللاعب الحواصي يونس الحواصي، وتدخل جيد ديال سعيد الزيدي. حكم كيعطي الشرط لفائده شباب الريف الحسيمي. كنتابعوا يعني التغيير ديال المواقع ديال كل من يونس الحواصي وكذلك ياسين الكحل بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى. حكم كيعلن على خطا لفائده فريق الوداد البيضاوي من الجهه اليسرى بالرابح في التنفيذ. بالرباح غادي ينفذ ضربه خطا، كتعطي اشاره كتنفذ، ولكن تدخل ديال الدفاع دائما لفائده فريق شباب الريف الحسيمي عن طريق الجنبي. كره عند بلال التنكير، بلال التنكير كيلعبها جميله، ولكن الكره ما مراتش. كانت فكره جميله ديال طريق الجنبي اللي بغى يمرر الكره نحو اللاعب امغار، ولكن كان تدخل ديال الدفاع. فريد الطلحاوي هذا مرتد هجومي ديال فريق الوداد، والوداد سجل من مرتد هجومي دي محاوله، ولكن اقرب الدفاع اللي خرج الكره للزاويه. تدخل ديال علي الجعفري الزاويه لفائده فريق الوداد. حتى الان كل الزوايا اللي جاوا الوداد من الجهه اليسرى. ياسين الكحل كيخلي الكره لفريد الطلحاوي، هو اللي غيتكلف بتنفيذ هذه الزاويه. فريد الطلحاوي كينفاد، تدخل ديال الدفاع دائما لفائده فريق الوداد. باسكال يسدي دائما خطيره، ولكن الحكم كان اعلن على ضربه خطا ضد اللاعب ليس مويتيز. كتبان الضربات الثابته للشكلات خطوره على الدفاع ديال فريق شباب الريف الحسيمي، سواء على مستوى ضربات الزوايا وضربات الاخطاء. خالد العسكري غادي ينفذ ضربه خطا، كتنفذ ضربه خطا لفائده شباب الريف الحسيمي، ولكن مره اخرى كترجع لفائده الوداد، ولكن اقرب للحارس خالد العسكري. صحيح بانه العشرة ديال اللاعبين اللي كيغيبوا على الفريق الوداد ماشي من السهل يعني تعويضهم. هذه محاوله ديال ليس مويتيز بعد خطا في الدفاع عند فريد الحاويش، غادي يعمل بالكره عند ليس مويتيز. ليس مويتيز غادي يحاول يسداد، ولكن تدخل ديال الدفاع مره اخرى لفائده فريق الوداد. الحكم كان ضربه خطا كانت في جوج ديال المناسبات ضد ياسين الكحل وبعدها ضد اللاعب بالرابح امام اللاعب بلال الدنكير. عادل زراق حكم هذه المواجهه قريب من كل الكرات، قريب من كذلك كل اللاعبين. حكم شاب بالرابح وراء الكره في وسط الميدان. سته ديال اللاعبين ديال فريق شباب الريف الحسيمي واقفين في مربع العمليه. كتلعب الكره، ولكن التدخل ديال الدفاع دائما لفائده شباب الريف الحسيمي، واللاعب سعيد الزيدي اللي كيخرج الكره الى الزاويه.
لذا كنلمسوا بعد مرور الدقائق هناك ضغط ديال لاعبي فريق الوداد البيضاوي لاضافه هدف ثاني وبالتالي تامين نتيجه ديال هذه المواجهه. ياسين الكحل في التنفيذ كينفذ الكره ولكن الحكم كيطلب اعاده ضربه زاويه، كيطلب يعني الهدوء كل من هشام العمراني وكذلك ديال الخضر لتيم. غادي نتابعوا ضربه زاويه من الجهه اليسرى، كتلعب كره قصيره مع بالرابح، بالرابح يمرر هدف. صعيبه كانت صعيبه هذه المحاوله، صعيبه هذه المحاوله ديال فريق الوداد البيضاوي. يوسف الحواصي بقليل من الحظ كان انه يسجل الهدف. واحده كذلك من المحاولات الخطيره ديال فريق الوداد البيضاوي، ضربه خطا لفائده فريق الوداد. الحكم كيطلب الامطار القانونيه. بالرابح كانت الكره للوراء عند هشام العمراني، هشام العمراني عند سعيد فتاح مرة أخرى في دفاع فريق الوداد عبد الرحيم بن كوجان. تدخل ديال اللاعبين ديال الفريق شباب الحسيمي، هناك خطأ ضد اللاعب نبيل أبغار. إصابة ديال اللاعب نبيل أبغار. اللي يلعب الكرة هو أبو بكر ماغاسا. هذه لعبة طويلة أقرب الدفاع ديال الفريق الوداد عن فريق الحاوي باسكال كيراوغ. دائما كرة عند باسكال لسمويتيز، هذا مرتد هجومي ولكن الأقرب ديال الدفاع ديال فريق شباب الريف الحسيمي علي الجعفري اللي يضطر أنه يخرج الكرة لشرط لفائدة فريق الوداد. كينفذوا باسكال عند فريد الطلعاوي اللي كيغير يعني الموقع ديالو من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. باسكال كيمرر طويلة ولكن أقرب للحارس خالد العسكري كيلعبها بسرعة. دائما لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي ولكن بطريقة جميلة. كيقطع اللاعب فتح الكرة عند باسكال، باسكال ليسموتيس ولكن مرة أخرى تدخل ديال الدفاع. هشام العمراني كيرجع الكرة لياسين بونو. عندي هشام العمراني الى جنبه اللاعب علي راشدي. تصبح الكره لفائده فريق شباب الريف الحسيمي. الخضر للتيم جنابي عن فوتو غوما الى التذكير، لكن تدخل ديال لاعبي فريق الوداد عند فريد الطلحاوي. فريد الطلحاوي عرفوا انطلاقات ديال فريد الطلحاوي، هناك ضربة خطا ضد اللاعب بلال الدنكير. ميشيل دوكاستيل وضع كل من ليس مويتيس الى جانب يونس الحواصي ووراءهم ياسين الكحل وفريد الطلحاوي، اربعة اللاعبين اللي عندهم ميولات هجومية وراءهم باسكال وبالرابح لإعطاء وإمداد الخط الأمامي بالكرات، فيما حسن الركراكي وضع بلال الدنكير كقلب هجوم وراء كل من الخضر يتيم نبيل أمغار وسلمان ود الحاجة الجهة اليمنى. حتى الآن يعني الدفاع ديال فريق الوداد ناجح في يعني إيقاف الزحف الهجومي ديال شباب الريف الحسيمي. كرة في يد الحارس خالد العسكري، كان كرة عند سعيد الزيدي في وسط الميدان. طريق الجنابي، طريق الجنابي يراوغ دائما في وسط الميدان تمريره، ولكن اقرب لاعبي فريق الوداد بالرابح باسكال. مرة اخرى بالرابح تمريره جميله عند لاعب يونس الحواصي ولكن اقرب للحارس العسكري علي الجعفري. منير الطيفي مرة أخرى كرة عند علي الجعفري.
عميد فريق شباب الريف الحسيمي. كرة لفائدة فريق الوداد في وسط الميدان، باسكال كيلعب عند فريد الطلحاوي مرة أخرى عند بالرابح، ولكن تدخل ديال الحدوكومة. كان هناك تدخل قوي ديال اللاعب سعيد فتاح، اعتقد انه هو يستحق الانذار لانه كان هناك تدخل قوي امام سلمان ود الحاج. الانذار الثاني في هذه الجوله الاولى بعد الاصابه ديال سلمان ود الحاج والتدخل ديال سعيد فتاح. سلمان ود الحاج وسعيد فتاح جوج ديال اللاعبين اللي عندهم جوج ديال الانذارات، سلمان ود الحاج بصفوف فريق شباب الريف الحسيمي وسعيد فتاح بصفوف فريق الوداد. دخول طبيب فريق شباب الريف الحسيمي، الحكم كيطلب يعني اخراج لاعب سلمان ود الحاج وبكل روح رياضيه، هناك يعني طلب سماح من سعيد فتاح اللاعب سلمان ود الحاج لانه فعلا كان هناك تدخل قوي. ضربة خطأ لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي الذي يبحث على تهديد فعلي لمرمى الحارس الوداد ياسين بونو. نفذ ضربة خطأ طويلة داخل مربع العمليات ولكن في يد الحارس ياسين بونو. تلعب كرة طويلة عند فريد الطلحاوي ولكن تدخل ديال فوتوغوما الايفواري. فادت دائما فادت الخضر لتيم بلال الدركير. بلال الدركير كيلعب كرة ولكن في يد الحارس بونو. سعيد فتاح حتى الاعداد ديال الجماهير بدات كت يعني الاعداد ديال كيرتفع بالمقارنه مع بدايه هذا اللقاء. كره عند ليس موتيس كيوضع الكره الاقرب للدفاع ديال فريق شباب الريف الحسيمي، تدخل ديال طارق الجنبي في اخر لحظه. الخضر لتيم، خطا لفائده الخضر لتيم. الحكم كيطلب تهدئه الاعصاب. كتلعب الكره من الجهه اليسرى عند منير الضيفي كيلعبها طويله الاقرب للدفاع ديال فريق الوداد عند اللاعب علي رشدي اللي كما ذكرت بانه قائم بجوله اولى جيده. يراوغ ثلاثه ديال اللاعبين وتدخل ديال اللاعب منير الضيفي. رشدي اللي كيطلب من الجمهور مسانده اللاعبين لاعبي فريق الوداد. اعتقد بانه حتى من اللمسه ديال هذا اللاعب كتحس بانه دخل في المباراه ومعليش ضغط. كره عند بالرابح كيغير اتجاه نحو سعيد فتاح بالجهه اليسرى. سعيد فتاح جنبه ياسين الكحل. ياسين الكحل كيوصل الكره ولكن تدخل جيد ديال سعيد الزيدي لضرب حراسه لاصقه على اللاعب ياسين الكحل اللي كيتحرك في الممر الايسر. زاويه لفائده فريق الوداد من الجهه اليسرى كتنفذ ولكن كترجع دائما لفائده فريد الطلحاوي. باسكال، باسكال بغى يلعب الكرة في الجهة اليمنى ولكن الكرة كتضيع كتصبح لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي عند نبيل أمغار. نبيل أمغار يراوغ بطريقة جميلة ولكن الأقرب لسعيد فتح. هذا مرتد هجومي، الحكم ما كيقولش بأن هناك تسلل عند ياسين الكحال. ياسين الكحال كيمرر الكرة لسمويتيس وتدخل جميل ديال خالد العسكري. يعني هذا كان مرتد هجومي منسق ديال فريق الوداد. ياسين الكحل اللي كمرر تمريره جميله عند اللاعب ليس موتيس اللي يبحث على الهدف الثاني للوداد ولكن تدخل يعني جيد ديال خالد العسكري. رده فعل خالد العسكري كانت في الوقت والمكان المناسبين. كرة لفائدة شباب الريف الحسيمي، الإيقاع نتمنى أنه يرتفع من الفريقين حتى نتابعوا فرجة في تقريبا الدقائق الأخيرة من هذه الجولة الأولى. ضربة خطأ لفائدة فريق شباب الريف الحسيمي، وراء الكرة منير الضيفي.
ديال اللاعبين ديال شباب الريف الحسيمي في مربع العمليات امام 7 ديال اللاعبين او 8 ديال اللاعبين ديال فريق الوداد. منير الطيفي كيلعب الكره ولكن ما استطاعش لاعب طارق الجنبي انه يمرر. مراوغه جميله ديال سعيد فتاح عند ياسين الكحل. الكره كتخرج للشرق بالربح سعيد فتاح مع فريد الحاوي. هذو كرة جميلين كنشاهدوهم ديال فريق الوداد ولكن هناك ضربة خطأ من الجهة اليسرى تدخل في حق ياسين الكحل من طرف اللاعب سعيد الزيدي. ذكرت بأنه سعيد الزيدي يعني كل التحركات ديال ياسين الكحل وإلا كيكون متواجد. هناك تغيير في صفوف فريق الوداد. خروج فريد الطلحاوي. اعتقد بانه كانت هناك اصابه ديال فريد الطلحاوي لانه حتى يعني التحركات ديال فريد الطلحاوي في الدقائق الاخيره فكانت كتبين بان هناك اصابه. اذا خروج فريد الطلحاوي ودخول يوسف القديوي اللي امامه فرصه للتصالح مع ميشيل دوكاستيل الذي يعني تقبل يعني العودة ديال اللاعب يوسف القديوي. إذن يمكن نعتبره بأنه تغيير اضطراري. خروج فريد الطلحاوي ودخول يوسف القديوي. غادي نتابعوا العطاءات اللي يمكن انه يقدمها يوسف القديوي اللي باقي ما تابعناهش بنفس القيمه ديال يوسف القديوي اللي خلق الفرجه في مدرجات مركب الرياضي الامير مولاي عبد الله رفقه الجيش الملكي القديوي. كتنتظر منه الجماهير الوداديه الشيء الكثير. هذه محاوله ديال الوداد عند الحواصي ليس مويتيس ولكن الاقرب لاعبي فريق شباب الريف الحسيمي عند نبيل امغار اللي كيراوغ كره عند منير الضيفي. منير الضيفي تدخل بالربح امام سلمان ود الحاج. بالربح كيلعب كره مع باسكال وفاد. الاثناء الحكم عادل زراق يعلن على نهايه